طبعا انا بايدك تماما يا سهام، لان الموضوع طبعا مبروك للنادي الاهلي، واحنا متعودين ان احنا دايما بنفرح وبنبقى سعداء جدا. لكن كمان خلينا نتكلم ان طبعا المباراه كانت مباراه رائعه على المستوى الفني، على المستوى خلينا نتكلم على المستوى التحضيري قبل المباراه، كان تحضير اكتر من رائع من موسيماني، اللعيبه باقصى تركيزها، والنقطتين دول مهمين جدا للمباراه العوده، انك تاني تحضر بشكل جيد جدا، لانها تاني بنقول ان ده شوط وخلص. عندنا الاولويه وعندنا الميزه ان احنا احرزنا هدفين، لكن كره القدم زي ما بنقول ما فيهاش مستحيل، فلازم يكون نفس التركيز ولازم يكون نفس التحضير. وخلينا نتكلم ان دايما النادي الاهلي متعود انه بيقفل الصفحه، يعني كان في احتفالات امبارح ما فيش شك انها لازم اللعيبه تفرح والجهاز والجماهير كلها تفرح بالنتيجه ديت، لكن كمان خلونا من يعني الفرحه ما تبقاش كبيره قوي، لان احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي، احنا نادي القاره.